شهدت العاصمة المؤقتة عدن احتفالات عدة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حيث أقيم المؤتمر العلمي الأول لمركز عدن للدراسات والبحوث تحت عنوان المرأة في عدن في مرحلة ما قبل الاستقلال، تكريما لدور المرأة الريادي في عهد الاستعمار البريطاني وحتى عشية الاستقلال في 30 من نوفمبر. محاولة لتسليط الضوء على مسيرة النساء الماجدات من أمهاتنا وجداتنا التي خاضوا معترك البناء والتميز، بحيث كانت المرأة علامة فارقة في ذلك الوقت. لا تزال المرأة العدنية تفرض حضورها وبقوة في جميع المناسبات ومختلف المحافل، محتفظة بذات المبادئ والأهداف التي نشأت وترعرعت عليها، ولذلك كان لابد أن يستمر الاحتفاء بها وعلى طريقتها. حبيت الفكرة مرة، وحبيت أنه البنات في عدن كلهم تكاتفوا عشان يقوموا بفعالية عيد المرأة. طبعا أنا أعتبر أنه عيد المرأة هو عيد لكل شيء جميل، وعيد الفن وعيد الثقافة وعيد المحبة وعيد حاجات، كل حاجة حلوة. التجمع الذي استمر لساعات احتضن أيضا العديد من المشاركات النسوية كالرسم والعزف والإلقاء. أنا سعيدة جدا أنه نحن يعني موجودين في هذا المكان، وسعيدة بتواجد القنوات واستضافتهم لنا، سعيدة جدا أنه فيه لفتة قوية للمرأة في هذا اليوم. ثمة ما يلفت الانتباه هنا، وهو وجود الرجل إلى جانب المرأة لدعمها وتشجيعها بهذه المناسبة. حضرنا اليوم هذه الفعالية لنشارك المرأة الاحتفال. المرأة هي نصف المجتمع، وكما يقول المثل وراء كل رجل ناجح امرأة. لطالما كانت المرأة الأكثر تأثيرا والأعمق وجودا في الروايات والشعر والأدب، وستبقى كذلك رمزا للجمال والعطاء. لا تزال المرأة تلعب دورا أساسيا على مسرح الحياة، واليوم ولأول مرة في عدن تجمع النسائي في المجلس التشريعي يحملن فيه نساء لافتات يكتبن فيهن كلماتهن الإيجابية لحل قضاياهن. حنين جمال، بلقيس، عدن.